يعني وانت بسم الله ما شاء الله. يعني الناس، انا طبعا عشان عارف حضرتك من زمان، فانا عارف ان انت متابع جيد جدا للمباريات وللكوره. بالنسبه لك فايلر ولا موسيماني؟ يعني انت احسن؟ لا فايلر طبعا، فايلر فيرجن 1، يعني فايلر في الدور الاول مش بعد كورونا. لا فايلر طبعا، فايلر. طبعا. هو دلوقتي لما كان الناس تنتقد موسيماني، كان يطلع حد من بتوع الاهلي او يطلع بتاعي يقول لك ايه النتائج، اهم حاجه النتائج. طب النتائج ايه دلوقتي؟ الاهلي 29 يعني جول. يعني رضا عبد العال في انتقاداته، وانا عارف ان انت بتتابع البريمو كويس، او بتتابع رضا عبد العال. رضا عبد العال عنده حق في انتقاداته الموسيماني؟ يعني رضا برضه بيعنده حق، بس هو برضه بيعمل موضوع ترند برضه، يعني هذا لك يعني لكن هو مثلا، خلينا نقول موسيماني وانا مدرك، ده هو راجل بيدرب الفرقه كويس، بيشتغل على الفرقه اللي قدامه كويس، لكن عنده مشاكل في التغيير والتشكيل. ورايي ان هو لازم تجيبوا له الاهلي يجيب له مدرب عام مصري، مدرب عام ولا سامي قمصان يتصعد؟ لا يعني لو كان سامي قمصان ليه دور كان عمله في الفتره اللي فاتت، لكن لازم يجي مدرب عام. ممكن يجي هاني رمزي، مش عارف، بس هاني رمزي بقاله كتير ما اشتغلش في الدوري المصري، يعني هو كان في المنتخب اخر حاجه وما كانش. لكن انا مثلا افضل ممكن ضيا السيد، طبعا عماد النحاس واحمد سامي مش وعلي ماهر مرتبطين، لكن ضيا السيد ممكن يطلع حد تاني، بس محتاج مدرب عام عنده شخصيه. انا حاسس ان فرقه الاهلي فكه شويه برضه، يعني مفيش روح في ده. رغم ان سيد عبد الحفيظ مدير كوره يعني كويس، يعني انا رايي في سيد عبد الحفيظ مش، يعني سيد عبد الحفيظ حصل في عهده 4 5 كوارث كانوا كفيلين انه لازم كان يتغير. رايي ان انت محتاج حد في الجهاز الفني قريب من الجيل ده، ولازم كنت تجيب حد من الجيل اللي هو سواء مدير كوره او مدرب عام او بتاع، جيل بقى وائل شيتوس ومحمد شوقي زي ما شوقي غريب عمل مع المنتخب الاولمبي، لانه دول معظمهم، يعني انا رايي لو في حد عماد متعب وائل جمعه، الجيل وائل جمعه جيل لا الجيل ده كان هيقدر يستوعب اللعيبه دي، كان هيقدر يستوعب اللعيبه دي، والازمات الفجه اللي حصلت انا اعتقد ما كانتش هتحصل. بس وائل جمعه جه كمدير كوره وما مشي، ممكن يجي تاني، بس يعني وائل عنده نظره واضح عليه. عماد متعب ده حد برضه يعني طبعا، وائل شيتوس والرياض ده والرياض طبعا من الناس المميزه، ومحمد شوقي لازم يتنظر على البتاع. بقول لك انت ايه، يعني ايه فكره ان الاهلي اخر ربع ساعه دايما مرتبك؟ ايه فكره ان المدرب طبعا، يعني قول بقى مرزق قول محظوظ، هو مجتهد، لكن هو عنده مشكله، هو جبان، هو يعني في قرار. ما فيش مدرب بينزل 3 ديفندر بيلعب بيراميدز ب3 ديفندر، يعني بيلعب بيراميدز في أسوأ احواله، كان في الكونفدراليه، وبعدين كل شويه كل ما ينزل 3 ديفندر ده يتعادل او يتغلب، يعني كل ما يجي يجربها يتعادل او يتغلب. ماشي، انت بتجربها بره مع الفرقه الافريقيه هناك كمان مش هنا بالظبط، لكن ما فيش الله يمسيه بالخير جوزيه ده كان يعمل التغيير يقلب الفرقه. بس جوزيه كان معاه نوعيه لعيبه اسمه محمود، سيدي يعني ماشي، ما هو غيرت. طب قول لي موسيماني، قول لي موسيماني طور مين من اداء اللعيبه؟ يعني طيب يعني هسالك سؤال واضح وصريح، شايف ان موسيماني يعني الوقت الحالي من الافضل للنادي الاهلي ان بدل ما هم بيدوروا على مدرب عام يدوروا على مدير فني، ولا موسيماني عنده رصيد مع النادي الاهلي من خلال بطولات؟ هو عمل رصيد. بص يعني انا ما اقدرش انكر ان من القرارات الكويسه اللي عملها الخطيب ان جاب موسيماني لما في الوقت الصعب اللي كان فيه، كان فاضل له قبل النهائي في افريقيا وفاضل له النهائي، فكان لازم يجيب حد ليه خبره افريقيه، وكان قرار مؤهل، واللعيبه كانت موجوده وكان لازم تجيب حد عنده خبره افريقيه بشكل يعني واضح ويسعفك، فكان قرار كويس جدا. لكن انت لما بتجيب الحد ده لازم كمان تبقى موفر له ظروف وموفر له ناس. يعني موسيماني طلع حكى حكايتين كده في اللذاذه كده، يعني واخد بالك؟ اولا قال لك ان هو اللي عمل محمد شريف راس حرب، غير صحيح. طبعا اللي عمل محمد شريف راس حرب باعتراف سيد عبد الحفيظ نفسه مرات في برنامج الكابتن حلمي طولان. حلمي طولان واخد بالك؟ فدي قصه. القصه الثانيه طلع برضه قال كده اسباب، وهي قال لك اصل انا احنا كنا جشعين وعايزين ناخد البطولات
وانا ما كنتش اعرف كويس والدوري العام وبتاع. انت كارثه الاهلي في الثمان ماتشات الاخيره في الدوري، لان هو راجع بعد كايزر تشيفز لعب كام 10 ماتشات او ال 10 ماتشات دول هو لو كان كسبهم كان هيبقى فرق 4 و6 كمان 6 نقاط. 6 نقاط هو خسر بتاع 10 نقاط، واخد بالك؟ فهو كارثته لما عرف الدوري مش كارثته في الدور الاول. لا هو كمان يعني مدير فيجي يقول لك انا ما كنتش اعرف. لا هو في حاجه اسمها ما كنتش اعرف. وبعدين ده عيب على الاهلي بقى كمان، انت كمان ما خليتلوش حد يعرفه. يعني مفيش حد في الاهلي عرفه، واخد بالك؟ ده تصريح كارثه. وبعدين زي ما بقول لك انت الضغط من قدام ما بيتمش. مثلا قصه ترجيع الكره لورا دي في الاهلي بقت غريبه جدا، اللعيبه كلها بترجع الكره لورا. بس رغم ان النادي الاهلي كسب بطوله افريقيا اسمه محمود وقدم اداء مميز وكسب صن داونز في المباراه النهائيه، محدش اعترض وحد قال ما انا قلت لا انا بكلمك انا سوري انا اسف كايزر تشيفز يعني يقعد بس يجيب له مدرب عام مصري يعرف يشارك معاه في التشكيل وفي التغيير، عنده مشاكل في التشكيل وفي التغيير. هي بطوله افريقيا اقوى ولا الدوري؟ لا افريقيا طبعا. افريقيا مش الدوري. لا مش الدوري. يعني الناس اللي بتقول لك اصل بطوله الدوري دي بطوله محليه عاديه بيهرجوا. هو في الدنيا بطوله قاريه بطوله محليه؟ لا انا بتكلم على المستوى الفني. لا لا طبعا بطوله افريقيا يعني اقوى البطوله الاخيره. تعرف برضه من ضمن الحاجات اللي في الاهلي اللي سمعتها واستغربت لها، بدانا نتكلم ان الحراره عاليه بنلعب في النص ومش عارف والملعب وحش والضغط. الاهلي بطل القصص دي من زمان قوي. الاهلي بطل القصص يتكلم عن الكلام ده من زمان. كلام قديم. انا 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 ما سمعتش الكلام ده من ايام الخطيب لما كان بيجيب كاس افريقيا، واخد بالك؟ لما كانوا بيروحوا كتوكو وبتاع والادغال وكده ما سمعتش الكلام بقى بتاع. فلا في مشكله. بقول لك مثلا، طب اقول لك على حاجه. انت عندك ثلاث لعيبه لازم واحد فيهم ياخد انذار في كل ماتش. ده ما خدوش انذار كل ماتش يبقى في مشكله. عمرو السوليه، حمدي فتحي، ايمن اشرف، ولازم يتسببوا في ضربه جزاء. مفيش حد بيقول لهم يعني كده عيب او كده ما يصحش او بتاع، مفيش كده في الدنيا، خد بالك؟ احسب لهم ضربات الجزاء اللي تسببوا فيها وعد لهم الانذارات اللي خدوها. طب مفيش حد بيقول قعد لما بنتفرج على ماتشات الاهلي قعدت الكره اللي ورا دي مستفزه جدا لحد ما جه جون بيراميدز. طب يا جماعه يعني باينه جدا الدنيا. يعني مجدي قفشه كانت الدنيا قدامه، ده علي معلول، رامي ربيعه، الراجل مدرب مثلا، انا عايز امشي رامي ربيعه في البتاع. رامي ربيعه ده بيلعب في ثلاث مراكز، ديفندر رايت وديفندر ومساك. طب يعني تمشي ليه؟ ومستواه اكيد احسن من ياسر ابراهيم. طب هتمشي ليه؟ وبعدين لما بتنزل الاثنين، يعني انا اعرف مثلا ان هو مش عايز ينزل بدر بنون ورامي ربيعه او بدر بنون ومحمود متولي عشان الاثنين تقال، فعايز يجيب حد مساك يعني خفيف ومدوحر شويه. لكن توصل لدرجه ان الاثنين كده ياسر ابراهيم وايمن اشرف مع بعض، ده كارثه. يعني ما اعرفش برضه، ما حدش بيقول، ما حدش بيحكي، يعني خد بالك. وبعدين زي ما بقول لك لما الناس كانت تتكلم كان يقول لك الراجل بيكسب، طب خلاص الراجل خسر اهو. في مشاكل ولا فيش مشاكل؟ لا في مشاكل. لو الاهلي غفل عن المشاكل دي يبقى الاهلي عنده مشكله. سيبك بقى من السوشيال ميديا والكلام اللي بيحصل عشان على السوشيال ميديا وكلام. لا في ناس بتخاف، وفي احيانا بيبقى في يعني يجي يقول لك لا بلاش ما تتكلمش علشان مش عارف، رغم ان انت بتتكلم في الكوره يعني لحضرتك وبتتكلم عشان حرصا كمان على النادي الاهلي، ان الاهلي واحد من اهم الانديه في مصر، فبالتالي يعني لما يبقى في يعني تواجهه بمشاكل. لما تجيب احمد ياسر ريان ترجعه اول الموسم، ما انت مشيه من احمد ياسر ريان ده يطلع تاني هداف للدوري ويروح يعترف، ما انت عندك مشكله. يعني انت تفضل صلاح محسن على احمد ياسر ريان، لما تجيب واليا الراجل ما بيمسكش كوره. هو كان فتره من الفترات بيلعبوا على شريف، على محمد شريف. ده برضه يعني بص، موسيماني مثلا قعد فتره كبير متجاهل ديانج، مع ان ديانج ده من احسن لعيبه في من احسن دلوقتي. الاهلي بيفاوض عشان يبيعه باعلى سعر، يعني غالبا ممكن يطلع اغلى لاعب في الاهلي. طبعا. لكن بعد الشناوي. لكن مع ذلك الراجل قعد فتره متجاهل. لما تيجي تتفرج على والتر بواليا وشريف، والتر بواليا وشريف، الراجل اول ما جه والتر بواليا راح مريح شريف، مع ان يعني ما شاء الله شريف كان في الطالع. راح خده وريحه. لا في حاجات غلط، يعني دي بقى محتاجه حد كان مصري يتكلم معاه،
زي ما بقول لك مدرب عام ومدير كوره بتاع، لكن حد لا في حاجات غلط. انا هنهرج بقى ونقعد نقول ان الدنيا لا ماشيه كلها زي الفل والفرقه، هو في فرقه؟ انت بقول لك زي ما بقول لك لما كنت اتكلم على اداء فيقول لك المهم النتيجه. طب هذه النتيجه ايه؟ دي نتائج. مش احنا برضو كانت من نظريات ان الاهلي لما بيركب الدوره ما بينزلش؟ بالظبط نظريه بلس 90 كل النظريات اتدمرت. واخد بالك؟ بعدين يقول لك ايه تتكلم عن النتيجه. لا اصل النتائج، اصل الاجهاد. طب ما الاهلي طول عمره بيلعب في اجهاد. الاجهاد ممكن ياثر شويه بس انت عندك اخطاء. بس انت جايب 30 لعيب المفروض يا سيدي. ما ده برضه عشان بقول لك الاهلي ما كانش عنده دكه. تقول لي عنده دكه؟ ما عندوش دكه. عنده مين دكه؟ يعني عنده مين مثلا؟ انا بقول لك الكلام اللي بيطلع زي وليد صلاح الدين زمان كان ينزل يغير لك نتيجه ماتش. ما عندوش لعيب ينزل مثلا فاكر جده. محمد بالك. يعني ما عندوش لعيب ينزل حتى في الثلث ساعه ولا نص ساعه الاخيره دي يعمل حاجه. طب انت مطمن لما ينزل هيعمل حاجه؟ يعني مش معقوله بتنزل مروان محسن. انا نفسي اعرف يعني ازاي مروان محسن يعني لعب في الاهلي السنه دي. يعني مروان محسن من السنه اللي فاتت لازم يمشي.